لقت العوض بعد طول الصبر واتخطبت لحبيب عمرها بعد طلاقها. البلوجر مريم سيف بتعلن عن هوية خطيبها الجديد، مش هتصدق قالت عليه ايه. جدل كبير اتسببت فيه البلوجر مريم سيف بعد ما اعلنت خطوبتها على حبيب عمرها بعد طلاقها من محمد شرف اللي كانت ليه حكايه كبيره معاها، خلفت منه بنتها الوحيده، وقصه الحب اللي دايما كانت حديث السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت. مريم نشرت صورتها على حسابها الرسمي مع خطيبها الجديد والعوض اللي شايفاه انه هيكون خير سند ليها في حياتها اللي جايه، وسط تعليقات كتير ومباركات على خطوتها الجديده. لكن ايه هي قصه الخلاف بين مريم سيف وطليقها محمد شرف؟ مريم فضلت متصدرة الترند على مواقع التواصل بعد إعلانها طلاقها من جوزها محمد شرف اللي كانت بتربطه بيها قصة حب طويلة، لكن فترة الزواج كانت قصيرة. بدأت الناس تتكلم عن سبب الطلاق خصوصاً بعد قصة الحب الكبيرة اللي جمعتهم، وده بسبب صورها الرومانسية اللي كانت بتشاركها مع جوزها وواصلات الحب والغزل بينهم على حساباتهم على مواقع التواصل. حتى وقت إعلان الطلاق نشرت مريم صورة بتجمعها بطليقها وكتبت: ربنا يشهد إنك كنت ونعم الزوج في الأول قبل ما تبدأ تكون أناني. قبل ما ادخل في غيبوبة ما تقفش جنبي، قبل ما بنتك تتعب وما تبقاش معانا، قبل ما كل مليم يجيلك تصرفه على الغريب قبل القريب، انا لو كنت بكنلك احترام فانت ضيعته بنفسك للاسف وبعيدها لك تاني، انت اللي خربت بيتك بنفسك، انت اللي ما قدرتش نعمة بنتك، سيبك مني، انا بجد اكتر واحده مصدومه فيه، كلامي كله بالادله، كلامي كله بالمحاكم، اكتر من كده مفيش كلام هيتقال هنا، وقفت جنبك 3 سنين كاملين، ضحيت بكل حاجة عشانك، وانت يوم ما بقى بيجيلك شغل رميتني انا وبنتك. كان نفسي قوي بجد اخلي بنتي تعيش الاحساس اللي اتحرمت منه، حسبي الله ونعم الوكيل. كلام مريم خلى جوزها يرد عليها في منشور قال: يا مساء الفل عليكم ويا رب تكونوا بخير. طبعا انا مختفي الفترة اللي فاتت وناس كتير واخده بالها وان في مشاكل وحاجات مش صح بتنزل، بس انا ما بحبش اطلع اتكلم في امور ما بيني وما بين ام بنتي، لكن اللي هتكلم فيه مشكلة المطعم والاذى اللي بيحصل من تشهير وابتزاز، وده مش صح، وبخصوص الاكونت ومعاها الباسورد وغيرت وشالت من عليه كل الداتا بحجة ان الاكاونت بتاعها. حابب أأكد لكم ان شغلي للمطعم مستمر زي ما هو، لا هقفله ولا هفتح جديد بدلا منه. لكن في المقابل مريم نشرت بوست تاني قالت فيه: انا كنت ساكتة وما جبتش وما حبيتش اخرب بيتي، ومن يوم ولادة بنتي وانا المتكفلة بكل مصاريف البيت، انا اول مرة هقولها في العلن، انا بحلل كانسر وما قلتلوش، اصل هتسند على مين؟ وكمان وقتها نشرت تسجيلات صوتية بتوضح فيها مشاكل حصلت بينهم من اهتمامه بالانفاق على عمل وعدم الإنفاق عليها وعلى بنتهم.